شايفين يا جماعة؟ سبحان الله، يعني الخروف أنا فتحت له الشباك عشان يجي له هي شوية هوا من التكييف، حاطط راسه جوه ومستأنس ومزاجه عالي العالي. ما أيوة كده، اشتغل معايا. اكثر سؤال يضايقني عبد الله، كم مشاهداتك يا اخوي؟ ما ابي اقول مليون مره، انا قايل ما ابي اقول كم مشاهداتي. ثق تماما، لو اوصل 3 مليون 10 مليون ما راح اقول كم مشاهداتي. عندي قاعده بالارقام، احسب الاشياء بالتخمين، ولكن لا تحسب الناس بالارقام. يا كم واحد يسوى في العرب 200، يا كم 200 ما تسوى لها ابهام. وصلت الرساله؟